صباح الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، مشاهدين قناة الصحة والجمال. هكون معاكم أنا ياسمين علي ولمدة نص ساعة من دلوقتي كل يوم أربع. خلوني النهاردة أرحب بزمايلي اللي معايا في الاستوديو. أهلا بيك يا ليلى. أهلا بيك يا إيمان. يا إيمان ياسمين، وصباح الفل عليك يا إيمي، وصباح الخير على كل مشاهدين حلقتنا النهاردة. صباح الفل عليكم، وصباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان. وخلوني النهارده اقول لكم بيقولوا ايه. بيقولوا ليس كل ما يلمع ذهبا، وكمان بيقولوا ما تحكمش على الكتاب من غلافه. هيحيرونا بقى. طب ما هم كمان بيقولوا الكتاب بيبقى من عنوانه، يعني هم بيقولوا اللي بيقولوا. طب نحكم على الغلاف ولا الكتاب بيبقى من عنوانه؟ بصوا، سواء الغلاف بيعبر عن اللي جواه او لا، انا بحس ان ديت حاجه، يعني ايه، حاجه نسبيه. بس انا بالنسبه لي من وجهه نظري ان اللي انا احسه اهم حاجه، اللي انا احسه. فعشان كده في كان حكايه كده شاب قال لنا ان هو كان خلاص بدا يكون نفسه، وبدا ان هو في رحله ان هو بيدور على عروسه عشان خاطر يرتبط ويتجوز، وكان عنده معايير قياسيه في الجمال، عايز واحده زي ما الكتاب قال بالظبط. فاهله بداوا يدوروا، وبيقول ان هو رفض مثلا بتاع 10 مرات 10 بنات، لمجرد ان هم كل مره يروح يلاقي ان في حاجه ناقصه، فهو يحس ان لا، مش دي البني ادمه اللي انا عايزها، او مش دي المواصفات اللي انا عايزها. لحد ما اهله خلاص يأسوا وجابوا له اخر واحده اللي هي كانت ايه في الجمال زي ما بيقولوا. راح عشان قعده التعارف عشان خاطر يشوفها، شاف بنت عمها. فاول ما شاف بنت عمها اعجب بيها جدا، مع انه بيقول انها بالنسبه للمعايير المجتمع هي اقل جمال من البنت اللي كان رايح يتقدم لها اصلا. يعني هو كان رايح يتقدم لبنت عجبته بنت عمها. ده حوار بقى لوحده. بس ان هو اول ما شافها قال مش عارف ايه اللي شدني ليها، هي روحها شقيه ومرحه وكانت واخده المكان كله بروحها. وقال كلمه كده جميله قوي، قال هي لمست، يعني انا روحها رسمت ملامحها، روحها رسمت ملامحها، انا ما شفتهاش بس انا حسيتها. فلما راح للبيت وقعد يتكلم مع اهله وكده، اهله استغربوا جدا من فكره ان هو انت كنت قرفنا بمواصفات تانية قياسيه في الجمال، ايه ليه كده دلوقتي وبتاع. فهو بقى قال لهم لا، هي دي خلاص البني ادمه وكده. فده وهو في الاخر قال ان الجمال بالنسبه لي مقاييسه كلها طلعت غلط، وان الجمال المقاييس اللي كانت عندي ديت لا تمت للجمال باي صله. انت ايه رايك؟ انت خدتي بالك اصلا من الجملتين اللي قالهم؟ روحها رسمت ملامحها، وقال لك انا يمكن ما شفتهاش انا حسيتها. يعني الجمال عدى الكلام. انت عايزه اقول لك، والله العظيم عايزه اقول لك، يعني جملتين فيهم كم من المعاني الحقيقيه والمعبره فظيع جدا. بس خلينا نعرف، او خلينا نجاوب على السؤال ده، هل الجمال هو فعلا اللي بنحسه وبنلمسه، ولا الجمال هو اللي بنشوفه بعينينا، الجمال الشكل؟ وكمان قبل ما نجاوب على السؤال ده، محتاجين نعرف ايه هو الجمال، ايه هو مفهوم الجمال، وايه هي مقاييسه، وايه هي وجهة نظر المجتمع عن الجمال. هنجاوب على الكلام ده كله بس بعد الفاصل. استنونا فاصل صغير وراجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في موضوع حلقتنا النهارده واللي بنتكلم فيها عن الجمال. ويا ترى الجمال هو اللي بنشوفه، ولا اللي بنحسه، ولا الاثنين مع بعض؟ بس خلينا في الاول قبل ما نتكلم عن كل ده نعرف يعني ايه جمال، ايه هو مفهوم الجمال. طبعا الجمال ده كلمه كل يوم بنسمعها، وممكن نقولها في اليوم مره واثنين وثلاثه، بس ما حدش فينا اعتقد سال نفسه يعني ايه جمال. ولو فكرنا وسالنا نفسنا هنلاقي انه تعريف مش سهل خالص، بالرغم ان احنا بنقولها كتير، لكن تعريفها فعلا مش سهل خالص. وده بالظبط اللي حصل مع الفلاسفه والمفكرين زمان اللي زي ارسطو وافلاطون والجاحظ وغيرهم كتير جدا، لما حاولوا يحطوا تعريف للجمال. كل واحد فيهم حط تعريف من وجهه نظره الشخصيه، ما قدروش يتفقوا على تعريف واحد، لكن في النهايه كلهم اتفقوا على ان الجمال هو الشيء اللي بيبعث في نفوسنا الشعور بالراحة والسعادة والإعجاب. يعني الجمال في الآخر هو قيمة أو صفة بتدينا الراحة النفسية. ويمكن لنفس السبب الجمال بيعتبر شيء نسبي،
شيء ملوش مقاييس، لان كل اللي بيريحني نفسيا غير اللي بيريحك نفسيا غير اللي بيريحك نفسيا، فكل واحد فينا بيقيسه بمقاييسه المختلفه. ولان الجمال كمان غالبا بيتبني بناء على تجاربنا اللي فاتت وعلى احنا شفنا ايه قبل كده، وبناء عليه بقينا نحكم دي حاجه جميله ولا لا. يعني ياسمين مثلا لو لقيتي مثلا واحده انت بتحبيها قوي، واحده صاحبتك، حد عزيز عليكي انت بتحبيه قوي، وجيتي تتكلمي عنه مع ليلى، فتلاقي ليلى مثلا تقول لك ايه ده، انت روحك حلوه كده ازاي، ده انا ما بتنزليش منظور مثلا، او نفسك حلوه، فتلاقي انتوا الاثنين شايفين نفس الشكل، مختلفين بقى هنا على الروح بالظبط، مش انتوا الاثنين قادرين تحسوا نفس الاحساس. صح. وعلى فكره الكلام ده مش على الاشخاص بس، الكلام ده كمان بينطبق على الطبيعه، شجر بقى، السماء، الطيور، حتى الحيوانات، كل حاجة في الطبيعة ليها جمالها الخاص، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون صور فأبدع. انت عارفة النقطة اللي انت بتتكلمي فيها دي هتاخدنا ان في اكتر من شكل للجمال، يعني مثلا في جمال بيلفت النظر وفي جمال اللي هو بيلفت الايه القلب والروح، فما فيش طبعا شك ان الاثنين بيندرجوا تحت مسمى الجمال، لكن الجمال مش بس بيختزل في مجرد الشكل، لا ده في جمال الروح اللي هو يمكن دي العين بتحبه اكتر، ويمكن ده اللي هو بالنسبه لي انا بيبقى ده الحقيقي، ده الجمال الحقيقي. يعني مثلا لما انا بشوف الشمس او الغروب او كده واقول الله ده ايه الحلاوه والجمال ده، بس انا ممكن يكون هو المنظر مش جميل قوي كده، بس ممكن عشان انا حساه قوي فبالتالي هو ظاهر لي ان ده جميل جدا، مريح نفسيا بالظبط. وفي الجمال الفكري، وده اللي بيحصل يعني على طول في الاعجاب، لما بتيجي تعجبي بحد عموما ان انت مثلا بتشوفي طريقه كلامه، هو بيفكر ازاي، ان هو مثلا ذكي او كده، فبتبداي ان انت تعجبي بيه فبالتالي بتعجبي بشخصيته. وفي جمال التصرفات، الناس اللي هي بقى بتبقى الجميله دي اللي هي بتساعد غيرها وبتجاملهم وعلى طول مع الناس كده، في ايه جبر خواطر وكده، ايوه فبرضه ده بيبقى جمال. يعني انا لما بشوف بني ادمين زي دي بحبها بصراحه على طول. يعني فالجمال زي ما انت قلتي يا امان، هو احنا ما ينفعش ان احنا نعرفه، هو الجمال موجود في كل حاجه حوالينا عموما. هو الجمال الداخلي طبعا وجمال الروح اكيد اكيد اهم بكتير من الحكم على الناس بالجمال الخارجي، بس كمان خلونا ما نغفلش دور الشكل الخارجي. احنا برضو ستات ورجاله، يعني بنقعد قدام المرايه كتير ونهتم بشكلنا جدا وبننال الاعجاب وبنشد الانتباه بالشكل الخارجي الاول، لانه ده اللي اتعودنا عليه في مجتمعنا، انه كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. يعني انا طبعا ضد المقوله دي، يعني ده بيضايقني جدا، بس يعني والبس اللي يعجبني عادي. فبالظبط، يعني انا ضد طبعا المثل ده، يعني بس هو ده اللي بيتقال في المجتمع وده اللي الناس بتحكم بيه على بعض. برضو الشكل الخارجي مهم، ستات ورجاله، زي ما في ست بتقف قدام المرايه وبتلبس حلو وبتحط ميك اب وبتعمل شعرها، في رجاله كمان بتقف بالساعات قدام المرايه ويلبس حلو ويحط ميك اب سوري يرش برفيوم سوري ويروح الجيم ويعمل عضلات ويعمل شيب، لانه برضو بالنسبه له الشكل مهم والانطباعات الاولى تدوم. احنا عايزين نقول هو الشكل مهم، بس الشكل مش اهم حاجه، يعني في حاجات تانية، يعني مثلا ممكن الشكل يمثل لنا ايه 20% كده، بس الباقي يبقى الروح والفكر والحاجات الحلوه ديت. صحيح، تبقى الموضوع كده صح وماشي كويس. يعني انتوا عارفين ان دايما بيبقى جوه كل واحد فينا كده سؤال فطري لما بيقف بينه وبين نفسه كده، حتى لو ما سالوش بصوت عالي، بس بتلاقيه بيساله لنفسه ازاي ابقى جميل في عيون الناس. كل واحد فينا بيبقى بيهتم جدا ان هو ازاي يبقى حلو في عيون كل اللي حواليه، وطبعا سؤال فطري وطبيعي جدا. وده للستات والرجاله، مش الستات بس، زي ما انت قلت يا ياسمين الراجل كمان بيهتم بشكله وبالشيب وبالعضلات والحاجات دي كلها، بس الفكره ان كتير مننا بيبقى فاهم ان الجمال هبه بيتولد بيها وانه ما يقدرش يعمل فيها حاجه. يمكن الكلام ده يبقى حقيقي لو قسناه على الشكل الخارجي، لو حد شكله الخارجي، مع ان حتى الشكل الخارجي زي ما انت قلتي من شويه انك لو حد روحه حلوه بيبقى شكله بشوش، فجماله الداخلي بيطبع على شكله الخارجي. تلاقيه قال لك ده وشه منور، ده عباره عن انه هو من جوه بني ادم حلو، حتى لو ملامحه شكلا مش حلوه قوي، بس تحسي فعلا انك شايفاه حلو. بالظبط، وشه بينور، بتحسي ان جمال روحك بتخلي شكلك حلو على روحه. ده حقيقي بالظبط كده. لكن خلينا برضو نتفق ان ربنا خلق جوه كل واحد فينا نوع من انواع الجمال، حاجة كده مغروزة جواه يمكن يكون مش عارفها، بس وظيفته هو كبني آدم انه يدور على جماله ده فين، يدور عليه ويطلعه ويظهره ويشتغل عليه ويستثمر فيه لحد ما يظهر جماله للناس. لان كل ما كنت حاسس بجمالك، كل ما راحتك
او كل ما بقيت مرتاح نفسيا، كل ما ثقتك في نفسك زادت، وكل ما الناس شافتك احسن او كل ما الناس شافتك اجمل، لان الناس بتشوف دايما الاجمل هو الشخص اللي واثق في نفسه وعارف هو بيعمل ايه، دايما الناس بتشوفه على طول اجمل. خلينا كمان نتفق ان احنا مش عيب ان احنا نسعى ان احنا شكلنا يبقى حلو قدام الناس، لان طول ما انا بسعى ان شكلي يبقى حلو، طول ما انا هبقى تصرفاتي كويسة، فكري كويس، طريقة تفكيري رايحة في اتجاه سليم، لان ده طبعا هيكون شيء ايجابي وبيأثر علينا كلنا، وده كمان هيدي ثقة. يعني انت يعني انا مثلا انا بهتم بنفسي او كده، هيديني برضو ثقة في ان انا لا انا شكلي كويس فبعرف اتعامل كويس، فيعني كل الحاجات دي بتبقى مكملة لبعض. طبعا. طيب طب انتوا ايه رايكم يا جماعة في موضوع عمليات التجميل؟ الهوس اللي حاصل دلوقتي ده، انا بصراحة الموضوع ده بيستفزني جدا، بحس ان الستات كلها بقت شكل بعض، نسخة كوبي بيست. المشكلة مش في كده، هي المشكلة ان دلوقتي المجتمع حط لنا معايير معينة للجمال، سقف التوقعات عالي قوي، التوقعات عالي جدا، فاحنا الرجاله بتصعب علينا دلوقتي ان خلاص والله العظيم بجد انا بلاقي ان مثلا لا إن اصلا المجتمع بيقول ان الشفايف لازم تبقى مش عارفه منفوخه 5 سنتي ازاي، الحواجب لازم تبقى مرفوعه ومش عارف ايه، واصلا انت في الاخر بتخافي والله العظيم، يعني الشكل اللي بيطلع في الاخر بتخافي منه اساسا، كلنا شبه بعض في الاخر، منهم بيقلبوا ارانب، يعني مش عايزه اقول لك والله بقى صعب جدا، شكلهم فظيع جدا. وبعدين كمان دلوقتي ان العمليات بقت دقيقه جدا، يعني في عمليات النحت اللي طالعه والكلام ده، فانت بتغيري شكل اللي قدامك يعني 180 درجه، ففي ايه يا جماعه مين ده؟ فالموضوع بيبقى صعب جدا. وبعدين الناس دلوقتي بقى عندها هوس في حته ان الستات عموما طبعا اكتر عندها هوس، لا انا اروح انفخ شفايفي زي مش عارف مين، انا هروح اعمل ايه، فانا بيعملوها بنفس المقاسات، عارفه اللي هي عايزه تطلع هي استامبه حتى لو مش هتليق عليا وهبان ان انا وحش في الاخر، بس لا انا لازم اعمل كده عشان انا شفت مش عارف مين عمل كده، وبنت خالتي عملت مش عارف ايه عند دكتور ايه. فالموضوع ده بجد بقى واكل عقل الستات جدا، وانا بحس بحاجه ان كل ما انا ما بجمل حاجه في شكلي انا بخسر حته من روحي معاها، ما اعرفش ليه، يعني انا بيجي لي كده احساس كليلة من جوه. لا عادي ممكن نجمل، بس لحد معين، يعني ما غيرش شكلي، ما غيرش ملامحي عشان ابقى جميله بشكل معين او ابقى شبه حد. بالظبط، لما تغيري بقى شكلك خالص وملامحك خالص هتحسي ان انت اصلا روحك مش لايقه على الشكل اللي انت عاملاه ده، ما انت عامله كده طول الوقت، فمش هينفع ان ده يبقى ده المنظر الطبيعي اللي البني ادمين بتشوفه. هو موضوع يا ليلى عمليات التجميل فعلا على سقف التوقعات قوي، وانا يعني من الاخر كده يا جماعه في مثل بيعجبني قوي بيقول لك اغسل وش صاحبتك هتلاقي هيثم ابن عمتك حاجه كده، او جعفر، وجعفر دي تبقى مصيبه ده لو جعفر مش هيثم كمان. يعني يا جماعه بصوا، اللي شاكك ان يعني الست دي عامله عمليه تجميل كتير يقول لها هاتي صورتك ايام ثانوي مثلا، هيبان مش يعني كده، لا هو كده بس احنا يعني يا جماعه كل حاجه بقت مزيفه علشان نبان احلى، الشعر بقى اطول، الحواجب بقت معرفش معموله ايه، السنان بنغيرها، الشفايف بننفخها، الخدود بنرفعها، ليه؟ هو مين؟ انا نفسي اعرف بس مين اللي حط مقاييس الجمال بالشكل المعين ده لكل الناس؟ ليه لازم الجمال مثلا يبقى البياض بس او السمار بس، او يبقى وشك مش عارفه عندك ايه هنا او عندك شامه هنا، او شعرك لازم يبقى ناعم وطويل، لو شعرك مش ناعم تبقي مش جميله، مين اللي حط المقاييس دي؟ يعني مين اللي خلى كل واحده حاسه بنقص معين في حاجه علشان المجتمع فرض مقاييس معينه للجمال مش عندها؟ يعني ما هو ده برضو بيعمل احباط لبنات واولاد كتير، بيدخلهم في حالات نفسيه جدا كبيره بسبب الانستجرام كمان بالذات، والمودلز لما بيشوفوا السوشيال ميديا يعني بيبقوا مثلا اللي هو ايه، طب دي بقى بتبقى تجميل وفلتر تصوير ومعمول حاجات كتير قوي في الصوره دي عشان تطلع كده يا جماعه، والله يعني مش ده جمالهم الطبيعي خالص. فالفكره بقى انه مقاييس الجمال اصلا بتختلف من بلد لبلد ومن ثقافه لثقافه، هي مش ثابته، هي نسبيه جدا. يعني لو جينا مثلا نتكلم على الهند مثلا، الجمال عندهم مش جمال شكل بس، جمال جسد وروح، يعني هناك لازم يبقى فيه تأمل، لازم يبقى فيه اكل صحي، ومظهرك الصحي جمالك مرتبط بان انت شكلك صحيا ونفسيا وروحانيا جميل، عامل توازن بين الثلاث حاجات دي. فالموضوع مش بالشكل الخارجي بس ابدا، وما ينفعش ان احنا نربط ده باللي المجتمع بيقوله، وبالذات في مجتمعنا العربي. انت عارفه يا ياسمين كلامك عن ان الجمال بيأثر على الناس نفسيا،
خلانا افتكر حكايه بنت كانت كاتباها في صفحه من الصفحات على السوشيال ميديا. كانت يعني البنت دي فعلا صعبت عليا جدا، كانت بتقول ان هي ربنا وهبها جمال في شكلها، وان هي كمان هي حاسه طبعا انها روحها حلوه، وطبعا اكيد في ناس كتير حواليها بتقول لها كده، واخلاقها كمان كويسه. بس البنت دي بدات تحس ان الناس بتتعامل معاها او حطاها في اطار عروسه المولد، بيتعاملوا معاها على انها مجرد شكل، مجرد عارفه لوحه في باترينا او عروسه في باترينا. فالبنت جالها حاله اكتئاب، بدات مش عايزه ترتبط بحد، مش عايزه تقرب من حد، لو حد تقدم لها مش عايزه توافق بايه، مش عايزه توافق بيه، لانها بقت حاسه ان الناس بتتعامل معاها على انها مجرد شكل، وهي كانت محتاجه ان الناس تتعامل معاها ككيان، مش 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 صوره، مش صوره. وده طبعا ابسط حقوقها، ابسط حقوقها ان احنا نتعامل معاها كبني ادم، ابسط حقوقها ان هي تحس انها عندها حاجات تانية جميله غير شكلها، اصلا شكلها ده مش صنعها. من حق كل واحد يحس ان اللي انا بعمله بمجهودي او اللي انا بشتغل عليه بمجهودي ان اثاره باينه وانه ظاهر عليا. فالبنت دي بدات يعني تدخل في حاله اكتئاب شديده جدا. فاحنا كمجتمع محتاجين نفهم ونحس ازاي نعرف نقيم الناس من جواها قبل ما نبص لشكلها، ازاي نقدر نفهم ان الشكل من جوه اهم كتير جدا، روح البني ادم من جوه اهم كتير جدا من شكلها، لان مش شرط خالص ان جميل الشكل يبقى قبيح الروح. صحيح. والدليل على كده، اكبر دليل هو سيدنا يوسف عليه السلام، ربنا خلقه آية من الجمال، وكان كمان آية من الخلق والاخلاق، وكمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا بيقولوا في وصفه وأحسن منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك كما كأنك قد خلقت كما تشاء. حلو الكلام ده طبعا. ممكن نتكلم على ايه تاني؟ خلونا قبل ما نكلم كمل كلام عن الجمال، هنطلع بس فاصل صغير ونرجع لكم تاني هنكمل كلام عن الجمال. فبيقول بعد الفاصل ولسه بنتكلم في موضوعنا النهاردة، وإيه هو الجمال الحقيقي. الجمال الحقيقي جواك، لو عرفت تلاقيه وتركز عليه وتنميه هتعرف وهتلاقي إن كل حاجة حواليك جميلة، وهتعرف تقيم الجمال من حواليك. وأكبر دليل على ده دلوقتي مسابقات الجمال اللي بقت تحصل، إن هم ما بقوش ياخدوهم بشكل أساسي عشان خاطر الشكل، لأ بقوا في معايير تانية، زي مثلا التعليم العالي، بقى في معايير زي إن هي تقدر تتكلم بأكتر من لغة، إنها بتشارك في حاجات خيرية وحاجات بتساعد المجتمع. فكل ده يعلمنا إن مش الشكل مش حاجة أساسية، لأ ده هي حاجة ثانوية، وإن في حاجات تانية بقت أهم في حياتنا عموما. يعني صحيح يا ليلى، عندك حق فعلا، معايير الجمال دلوقتي ابتدت تختلف زي ما انت بتقولي. يعني انت حتى هتلاقي ملكة الجمال اللي فازت بالمسابقه، لو بصينا للشكل، لو هنقارن بمقاييس زمان قوي هنقول ان زمان لا، لازم كانت تبقى حلوه قوي وصارخه الجمال عشان تبقى ملكة جمال في اي بلد. لكن دلوقتي هنلاقي الشكل عادي، لكن في حاجات تانية بتكمل الجمال ده، اللي هو جمال العقل، جمال الروح، بتعمل اعمال خيريه، انسانه مثقفه، حاجات كتيره جدا بتكمل جمالها. فلو احنا عايزين نجمع الموضوع كده والكلام اللي احنا قلناه كله، لو هنقيم حد يا ريت ما نحكمش على حد بشكله اللي بره ابدا، نحاول نشوف الجمال الداخلي وروحه وحضوره وكاريزمته وثقافته. الجمال شيء نسبي جدا يا جماعه، وظالم جدا جدا لاي انسان انه يتحكم عليه من شكله الخارجي ومقاييس الجمال اللي هي اساسا نسبيه بين الناس. صح، اكيد طبعا معاكوا حق. الجمال فعلا هو جمال الروح والاخلاق اهم بكتير جدا من جمال الشكل، وكلنا لازم نركز على ده، لان جمال الشكل بيكبر وبيشيب والوش بيكرمش، لكن جمال الروح بيفضل واحساسنا بيه بيفضل. الشكل مع مرور الزمن بيتغير، لكن الروح عمرها ما بتتغير. لما بنتكلم عن حد بنحبه ما بنقولش ده عينيه شكلها كذا ومناخيره شكلها كذا ولا شفايفه شكلها كذا، بنتكلم عن طيبته وحنيته وقد ايه بنرتاح واحنا بنتكلم معاه، وقد ايه هو صادق في كلامه. وده في حد ذاته للاسف معجزة في الفترة دي، لأن احنا نادرا لما بنلاقي حد فيه المواصفات دي في حوالينا الأيام دي. يعني وزي ما بيقولوا، فقط بالقلب نستطيع رؤية الأشياء بوضوح،
وللاسف نبقى كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، لكن طبعا حابه اشكركم على وجودكم معايا النهارده، وان شاء الله استنونا يوم الاربعاء الجاي قبل نص ساعه من دلوقتي. مع السلامه.